موطني موطني الجلال والجمال. قسما بالنازلات الماحقات والدماء الزاكيات الطاهرات والبنود اللامعات الخافقات، رجال أقسموا، رجال ضحوا، رجال أبوا إلا أن تحيا الجزائر. استقلالنا لم يكن بالسهل، تاريخ أفتخر به. تكلم بين معاركنا معركة جمال الشمال القسنطيني بقيادة البطل زيغود يوسف. هل أراك سالما منا. هجوم 20 أوت 1955 الذي سنته الثورة في منطقة شمال القسنطيني بقيادة زيغود يوسف، تحولا كبيرا في مسيرة الثورة، إذ غير نظرة العدو إلى حقيقة الثورة وزعزع قوته، حيث أثبتت العمليات الهجومية المخطط لها قوة الثورة وشموليتها وشهرتها. في حلول الصيف عام 1955 كانت الثورة الجزائرية قد خطت بثبات المرحلة الأولى في مسيرتها ضد الاحتلال الفرنسي. قرر زيغود يوسف أن يكون الهجوم يوم السبت 20 أوت من سنة 1955 الذي وافق ذكرى الثانية لنفي ملك المغرب محمد الخامس إلى مدغشقر، وجعل يوم السبت هذا يوم حرب شاملة ليبرر على وحدة وتلاحم شعوب المغرب العربي في كفاحها ضد الاستعمار الفرنسي. ولم يكن هذا السبب الوحيد الذي دفع زيغود يوسف لاختيار هذا اليوم، بل هناك أسباب أخرى، ومنها فرض قضية الجزائر على رأي العام العالمي وخاصة الأمم المتحدة التي عقدت دورتها من سبتمبر من نفس السنة، ورأي كذلك توقيع تنفيذ العمليات. كان الوقت 12 ظهرا لبدء العمليات، لأن الجو حار وهو وقت خروج أوروبيين من أعمالهم لتناول الغذاء. فيشكلون مجموعات تسير على المجاهدين الدخول إلى أماكن العمليات دون أي خطر يوقعهم في الوصول إلى الهدف، كما أن هذا التجمع في هذا الوقت يجعل حجم الخسائر كبيرة في صفوف العدو وقليلة في صفوف مناضلي جيش التحرير، وهو بداية عطلة أسبوعية والإجازات بالنسبة إلى أفراد قوة العدو ورجال الشرطة والدار، كما أنه يوم السوق بالنسبة لمدينة سكيكدا، حيث تنشط الحركة وتتوافد الأعداد الكبيرة من سكان المناطق المجاورة، الشيء الذي يسهل على جنود جيش التحرير التستر والتنكر والدخول مع الوافدين في السوق. وإن إدعاءات العدو التي كان يروجها ما هي إلا زور وبهتان، وأن الثورة قادرين على ضرب مصالح العدو أينما كان في المدينة أو القرية داخل الثكنة أو خارجها، ورفع معنوية الشعب وجعله يؤمن بقوة رجال ثورته تنظيما وتسليحا وتخطيطا وشجاعة وإقداما وتضحية. وهكذا إنقذ طرائع جيش التحرير الوطني على الأعداء المعززة بجماهير الشعبية في كل مكان من الشمال القسنطيني. النصر الأكبر كان لنا مجدا من صنع أيادينا، من أجلك يا من أجل تحرير.